تخترق عنان السحب زينت بها سماء الأكاديمية، فهو سرب من الطائرات الحربية يعتليها خيرة من أبناء الجزائر. إنهم صقور قواتنا المسلحة، بالأمس كانوا طلبة بالعلم يطمحون، واليوم هم لراية المجد والعزة رافعون. أبناء جيشنا الوطني الشعبي في استعراض جوي مبهر أظهر فيه مدى الانسجام في الأداء والاحترافية العالية التي أبدعت فيها قواتنا الجوية. وبالإجابة جدير، وأنا في كل مكرمة المجال ومن فوق